مات أذهب الآن إلى طهران ورحب بضيفي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمد صالح صدقيان. دكتور أهلا بك معنا دائما في سكاي نيوز عربية. طبعا نتعامل مع حادث ربما صعب وشكل صدمة بالنسبة لإيران وبالنسبة للإقليم وعلى المستوى الدولي كذلك. قد تتعدد السيناريوهات والفرضيات ولكن النتيجة حتى الساعة واحدة وهو المصير المجهول للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني عبد اللهيان. كيف تتابع هذه الأحداث؟ تحية لك وللمشاهدين. بالتأكيد هذا صحيح جدا ما تفضلت به، وهو الوضع الآن صعب جدا، الكل يترقب هنا في إيران وكذلك الأقليم أيضا. في داخل إيران القضية مرتبطة بالكثير من الملفات الموجودة في الداخل الإيراني. نحن نتحدث عن رئيس جمهورية إيرانية، هو واحد من ثلاثة من مصادر القرار في إيران، اللجنة التنفيذية واللجنة التشريعية والقضاء، وبالتالي هذا أحد الأركان الرئيسة في النظام السياسي الإيراني، ومعه أيضا وزير الخارجية إضافة إلى عدد من المسؤولين المحليين. وبالتالي هناك انعكاسات لمثل هذا الحادث أيا كان سببه، لكن انعكاسات على الداخل الإيراني، على الداخل، على الإقليم أيضا هناك الكثير من التداعيات، لأن الوضع الأمني والسياسي في داخل إيران بالتأكيد ينعكس على الوضع الإقليمي، ولذلك هناك متابعة وترقب من الإقليم أيضا. حتى أن سمعنا بأن الرئيس الأمريكي قطع زيارة له وهو يتابع ويتابع الإحاطة بما حدث في إيران. لكن بعيد عن كل ذلك، نحن أمام حادثة معقدة لحد الآن يسودها الغموض، هناك تكهنات كثيرة لكن لا توجد هناك معلومات رسمية نستطيع أن نثق بها. كل الذي موجود هي تكهنات، لا توجد هناك معلومات ولكن رسمية. ولكن في أشياء واقعية دكتور محمد، يعني أنا أود أن أتحدث عن مسألة الانعكاسات على الداخل وعلى المستوى الإقليمي، ولكن بداية يعني نظرا للمعطيات المتوفرة، هل يعقل لطائرة مروحية تقل الرئيس ووزير خارجيته ويعني مسؤولين رفيعين المستوى ألا تكون مجهزة لربما بأجهزة اتصال لاسلكي أو يعني في أقله صيانة ما تحسبا لأي حوادث مشابهة؟ بالتأكيد يعني هذه الطائرة هي مجهزة، لكن نحن نتحدث الآن يعني أو نجهل كيف ما هو الحادث، هل هو سقوط طائرة، تحطم طائرة، الطيار هبط في مكان يعني مكان معقد جدا من الناحية الطبيعية، وبالتالي نحن نجهل المعلومات. أنا قلت أن نحن يعني نتحدث الآن عن غموض في الموقف الرسمي، كيف حدث هذا الحادث، أين حدث، بأي سبب، هل هو حادث سقوط طائرة، تحطم طائرة، هل إن المسؤولين هم على قيد الحياة أم لا؟ هذه كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة نحن لا نعرف، يعني ليس لدينا معلومات رسمية يمكن الوثوق لها. كل ما نقله التلفزيون الإيراني ووسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أنا أتحدث عن الرسمية، الرسمية تقول بأن هناك جهود من أجل الوصول إلى مكان الحادث. لحد الآن لم تقل المصادر الرسمية بأن الأجهزة الإيرانية سواء كان طائرات الأجهزة العسكرية الأمنية والهلال الأحمر الإيراني أو فرق الإنقاذ، لم تقل لنا هل إنها وصلت إلى مكان الحادث أم لا، ولم تقل لنا هل إن الطائرة الآن هي تحطمت أم إنها هبطت اضطراريا، انقطع الاتصال، هناك ظروف جوية معقدة جدا لأنه يوم أمس كان هناك سيول في هذه المنطقة وقتل 10 أشخاص في هذه السيول، الآن هناك ضباب شديد جدا كان بعد الظهر والساعة متأخرة. هلأ يعني نتحدث عن يمكن أكثر من 8:30 بتوقيت إيران، بالتأكيد يعني هناك وهذا يعقد المنطقة بشكل بالفعل كامل. وأنا بدي أسألك هون، يعني ألا يعقل أنه كيف يعقل الفريق المتابع للرئيس الإيراني ألا يكون قد تنبه لهذه المسائل، وهذا يزكي الشكوك حقيقة نظرا للفرضيات الواسعة المطروحة حاليا؟ الاحتمالات كلها مطروحة، لأن نحن نتحدث عن 3 طائرات، طائرتين وصلتا إلى المقصد،
مقصدهما، لكن هذه الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني هي التي لم تصل، لأن صحيح. هناك عدد من الوزراء ذهبوا إلى المكان الذي تواجد فيه الرئيسان الإيراني والآذري إلهام علييف وبقية المسؤولين، والوفد الذي رافق الرئيس الإيراني رجعا بطائرتين هليكوبتر، ولكن طائرة الرئيس الإيراني فقدت، وبالتالي نحن نتحدث عن 3 طائرات، طائرتين وصلتان إلى مقصدهما، أما هذه الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية لم تصل. والشيء الذي يعقد الأمر علينا كمراقبين بأننا لم نسمع من المسؤولين الإيرانيين لحد الآن، يعني نحن نتحدث الآن عن حدود 6 ساعات لم تستطع السلطات الإيرانية الرسمية الوصول إلى محل الحادث، بالرغم من أن محل الحادث وعر جدا، منطقة صخرية، منطقة جبلية، وهناك ضباب كثيف جدا، سوء الأحوال الجوية، هذا كله صحيح، لكن الصحيح أيضا وهو سؤال كبير، لماذا لم تستطع السلطات المعنية سواء كان من فرق الإنقاذ، وزارة الداخلية، الشرطة، الجيش، لماذا لم يستطع أن يصل إلى هذه المنطقة؟ هل بإمكانك أن تجيب على السؤال الذي طرحته؟ من الصعب جدا، يعني هذه أسئلة ذهنية، أنا عصب ذهني أسأل، وهذا هو طبيعي أنه يمكن أن نسأل مثل هذه الأسئلة، لكن بالتأكيد نحن ننتظر الرواية الرسمية اللي تقول لنا بالضبط ماذا حدث، هل أن الطائرة اصطدمت بجبل، هل أن ظروف جوية، هل أن حادث مدبر، هناك الكثير من الأسئلة حقيقة. لم نستطع أن نجيب عليها ما لم تكن لدينا معلومات رسمية، ولم نرصد حتى معطيات من الفريق الذي كان متواجد على الطائرتين الأخريين، يعني اللي تمكنت طبعا من النجاة. دكتور، اسمح لي أن أشرك معنا في هذا الحوار من بيروت الكاتب والباحث السياسي توفيق شومان. أستاذ توفيق، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. يعني كما تتابع الفرضيات متعددة، السيناريوهات كلها مطروحة حاليا مع تعدد الروايات وعدم وجود أي يعني إيضاح، إلى أي سيناريو تميل من خلال تقييمك للمعطيات المتوفرة؟ تحياتي إليك أولا وإلى الزميل صدقيان ولكل المشاهدين. طبعا نحن أمام الاحتمال، هو المرجح الأساسي هو تحطم الطائرة، وهذا الأمر شهدته العديد من الدول في العقود السابقة. يعني لو بدأت مثلا على سبيل المثال، هناك رئيسان للبرازيل قتلا بتحطم طائرة، الرئيس العراقي أدن عبد السلام عارف في العام 1966 أيضا نتيجة تحطم طائرة، أيضا نائب الرئيس السوداني زبير صالح في العام 1998 أو 99 أيضا قتل في تحطم طائرة. يعني مسألة التحطم هو الافتراض الأساسي بصرف النظر الآن عن الوجهة التي يمكن أن نذهب إليها لجهة الإصابات أو عدم وجود إصابات نتيجة تحطم هذه الطائرة. الذي أريد أن أقوله يعني سريعا وبعجالة أيضا، أنه مسألة تحطم الطائرة لأسباب متعددة، حريق معين داخل الطائرة، عطل تقني داخل الطائرة أيضا، أو نتيجة الأحوال الجوية، أو الاصطدام بمرتفع معين، أمر يعني هو المرجح لغاية الآن، هو الاحتمال الأنسب والأكثر يعني على الأقل وضعه في القائمة الأولى من الاحتمالات، نتيجة العديد من حوادث تحطم الطائرات التي شهدها العالم في العقود السابقة، وذكرت بعضها قبل قليل. فالآن يعني طبعا دون أن نعني أو أن نهمل على الأقل الاحتمالات الأخرى، نحن الآن يعني في الساعات الأولى لشيوع هذا الخبر، بدون شك السلطات الإيرانية الآن يعني تقوم بما يجب أن تقوم به، وبالتالي تحدد المسؤوليات، وبالتالي تذهب من الاحتمال إلى التيقن، وبالتالي إلى بث. اسمح لي معلش قاطعك أستاذ توفيق،
السابق. بس ننوه يعني بتصريحات المرشد الإيراني بهذه الأثناء الذي يعرب خلالها عن قلقه إزاء حادث طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي، ويدعو الجميع إلى عدم القلق كذلك حول تسيير شؤون البلاد، أن هذه المسألة لن تتأثر بهذا الحادث، ويطلب من الجميع الدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي ومن معه. نعم. تفضل. هذا أول تعليق رسمي من المرشد الإيراني. نعم يعني بعد التأكيد. نعم يعني طبعا أنه هذا نتيجة غياب المعلومات المؤكدة يعني لجهة ما له علاقة بمصير الرئيس رئيسي وبالتالي ومعاوني، والمسألة الثانية أيضا بما له علاقة بانتقال السلطة. يعني دعيني هنا أشير إلى حادثتين سبقتا هذا الحادث. يعني في العام 1980 عندما تم عزل الرئيس أبو الحسن بني صدر، وأيضا في العام 1981 عندما تم اغتيال مجموعة كبيرة من القادة الإيرانيين بتفجير طال مجلس الشورى، وكانت السلطة التنفيذية إلى حد كبير يعني مناطة برئيس الوزراء آنذاك استشهد محمد علي رجائي. أيضا تم يعني انتقال السلطة بصورة سلسة. المسألة الثانية أيضا الدستور الإيراني بهذا المجال واضح، يعني المادة 131 تقول بأنه في حال تم يعني التأكد من عجز أو وفاة أو عدم قدرة رئيس الجمهورية على ممارسة مهامه، فإن لجنة تؤلف من نائب الرئيس ومن رئيس السلطة القضائية ومن رئيس مجلس الشورى لإدارة البلاد، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات بعد 50 يوم. بعد 50 يوما بعد 50 يوما بالتحديد. أعتقد بأن المرشد الإمام الخامنئي يعني يقول يعني هو يبث رسالة للإيرانيين بأنه في حال يعني جاءت الأخبار القلقة وتأكد مصير يعني المصير المحتوم بالأخير كما يقال، يعني الموت حق، في حال حدث مثل هذا الأمر فإن الدستور الإيراني يؤكد على مسار انتقال السلطة، وبالتالي استلام لجنة لإدارة البلاد وتكون لجنة مؤقتة. أعتقد أنه يعني تصريح المرشد يندرج في هذا السياق وفي هذا المجال، ولكن تبقى المسألة الأساسية في ظل غياب الأخبار المؤكدة حول مصير الرئيس رئيسي ومرافقيه، يعني كل الاحتمالات واردة، ولكن أعتقد بأنه هناك يعني يكون نوع من الاستعجال أو الانفعال باستخلاص النتائج، يعني هو ضرب من التكهن، وأعتقد بأنه ليس في مجاله على الإطلاق، ولا يمكن يعني أن يتم تتبع الأخبار إلا بعد الوصول إلى مكان الحادث، وبالتالي معرفة مصير الرئيس الإيراني ومعاونيه. وبطبيعة الحال بانتظار يعني أن تتكشف نتيجة التحقيق أيضا الذي طلب فتحه. أستاذ توفيق، الدكتور محمد أعود إليك أيضا في هذه المسألة. يعني اليوم نظرا للظروف الراهنة في إيران، إن كان على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والدولي، يمكن كل الفرضيات محتملة لأكثر من سبب. يعني يمكن في فرضية قائمة وهي أنه يكون هذا حادث ناجم عن الضباب، وفي أيضا عندنا مسألة صراع الأجنحة ومشروع خلافة خامنئي في الداخل وتصفية الحسابات، وعندك مسألة أخرى أيضا الأعداء، يعني نتحدث عن إسرائيل وغيرها وما قد يعني شهدناه خلال المرحلة الماضية من مشروع اغتيالات طالت يعني شخصيات إيرانية. هذه كلها سيناريوهات موجودة ومطروحة على الطاولة. حتى الساعة لا يمكن لربما تبني أو الميل لأي سيناريو، باستثناء لربما يعني كما تطلعنا الصور على مسألة الضباب الذي يعني هو يبدو واضحا في الصور. إلى أي مدى هذه الظروف تعقد المشهد وتعقد تقييم مسار الأحداث؟ يعني ما لم تذكر السلطات الإيرانية موقف رسمي حول سبب الحادث ومصير الرئيس الإيراني، تبقى كل هذه الأسئلة والتكهنات مطروحة على الطاولة، خصوصا أسباب الحادث. هذا شيء مهم، يعني أولا الحادث الرواية الرسمية يجب أن نعرفها، وبالتالي النقطة الثالثة هي أسباب الحادث. هل أسباب الحادث هي أسباب جوية تقنية أم أنها أمنية؟ والأمنية تنقسم إلى أكثر من احتمال. هل أن في داخل الطائرة شيء معين استهدفت بصاروخ بمسيرة
نعم ممكن يكون أي شيء يعني بالتأكيد. نتحدث عن مروحية، يعني من الصعب جدا انه يعني او من السهل حقيقة انه يكون في معطيات او عوامل تسقط طائرة بهذا الحجم حقيقة. هذا صحيح، انه كل الاحتمالات موجودة على الطاولة حاليا، لا يمكن لنا ان نذهب بعيدا في هذه التكهنات لانها تكهنات كثيرة وهناك تفسيرات كثيرة ايضا، لكن المشكلة نحن ننتظر الرواية الرسمية الإيرانية، هذه مهم جدا. لكن المشكلة الأخرى الآن، وهي التي تكون في أو تولد نوع من القلق، نحن نتحدث الآن عن 6 ساعات عن فقدان طائرة يقلها الرئيس، وبالتالي الرئيس الإيراني ليس شخصية عادية. صحيح. 6 ساعات لم يتتحدث السلطات الإيرانية الرسمية عن معلومة رسمية دقيقة، هذا شيء يبعث عن القلق. وبالتالي حتى الخبر الذي تحدثت عنه وقرأتيه حول تصريحات المرشد الإيراني الأعلى الإمام علي خامنئي، ربما هذا يقلق أكثر أيضا. يعني أنا بأي معنى؟ بمعنى أنه هو يريد أن يطمئن الشارع لبيان معين، يريد أن يهدئ الشارع الإيراني الداخلي لبيان ربما يصدر بعد ساعة نصف ساعة، بين لأنه نحن نتحدث عن اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني في عقد في مقر إقامة المرشد الإيراني، وبالتالي هذا التصريح للمرشد هو جاء بعد هذا الاجتماع. وقلق يعني لم يتحدث المرشد عن صورة واضحة، وبالتالي هو يريد أن يطمئن الإيرانيين ويهيئهم لربما بيان يصدر. هذا حقيقة مقلق، ويجب علينا أن ننتظر دون أن نستبق الأحداث، لأن الحديث عن التكهنات هو الآن مفتوح على مصراعيه، وكل الاحتمالات والتكهنات هي مطروحة الآن، يمكن أن نتكهن بذلك. لكن الخبر اليقين هو عندما تقول لنا المصادر أو السلطات الإيرانية الرسمية، لأننا أنا الآن قرأت الكثير يعني من مصادر غير رسمية ووكالات أنباء شبه رسمية وغير رسمية، لكن المشكلة لا يمكن أن نعتمد على مثل هذه المعلومات، يجب علينا أن ننتظر المعلومة الرسمية التي تنقلها السلطات الإيرانية الرسمية. عند ذلك يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الأخرى حول طبيعة الحادث ومشاكل من أمور كثيرة ربما تواجهنا في التحليل والتفسير. أستاذ توفيق، ما رأيك يعني بهذه الأسئلة المطروحة من قبل ضيفنا الدكتور محمد صدقيان؟ يعني في الكثير من التساؤلات، إن كان بالنسبة لي الفترة التي استغرقتها عملية التفتيش، نتحدث فعليا عن 6 ساعات، وهذا يطرح أيضا الكثير من الأسئلة فيما يتعلق بخلفية أو يعني فعليا خلفية هذه المسألة، وتحديدا أيضا فيما يتعلق باجتماع مجلس الأمن القومي وما يعنيه ذلك في إطار هذا الحدث الذي يقال بأنه نتيجة سوء الأحوال الجوية. نعم، يعني بدون شك هذه الساعات الطوال بحد ذاتها تحمل قلقا ما، هذا لابد يعني من الإقرار به ومن الاعتراف به. لكن بكل الأحوال أنا برأيي نحن أمام 5 مسارات للتحقيق وبالتالي للإعلان عن نتائج التحقيق. المسار الأول يتعلق بظروف تحطم الطائرة، وإذا كانت الطائرة يعني تحطمت نتيجة عطل تقني، هذا تحقيقه يأخذ مسارا محددا. أيضا المسار الثاني إذا كانت الطائرة تحطمت نتيجة ظروف جوية معينة، وهذا أعتقد بأنه أيضا يأخذ مسارا آخر من التحقيق. المسار الثالث إذا كانت تحطم الطائرة ناتج عن استهداف أمني، وهنا نكون أمام مسار مختلف عن المسارين الأولين، لأنه لكل مسار تحقيقاته ولكل مسار أيضا طريقته في التحقيق ولكل مسار النتيجة التي يمكن أن تترتب على هذه الحادثة، إن كان على مستوى الأسباب أو حتى على مستوى النتائج. لكن يبقى أيضا هناك مساران لابد من الحديث عنهما. في حال تأكد عدم إصابة الرئيس الإيراني
بدون شك هذا لا يعني إهمال المسارات الأخرى، ولكن هذا يعني بأن يعني بأن ممارسة السلطة الإيرانية يعود إلى طبيعته السابقة. يبقى المسار الخامس، نكون أمام في حال يعني تأكد أو كانت النتيجة يعني مسرع الرئيس الإيراني، بدون شك نحن نكون أمام مرحلة انتقالية سياسية في إيران تسبق المرحلة الانتخابية. لذلك أعود وأكرر بأنه هذه المسارات الخمس هي التي تتحكم الآن بهذه الأسئلة. ولكن مرة جديدة أيضا أقول بأنه التسرع بالاستنتاج يعني فيه نوع يعني من عدم قراءة الحدث الناقصة عواملها لغاية الآن وغير المعروفة أسبابه لغاية الآن. وأظن بأنه الاستعجال بأي حكم على أي مسار من المسارات الخمس التي ذكرتها يبقي يعني أو يدفع يعني المراقب إلى استنتاجات وإلى استخلاصات خاطئة. لكن أوافق أيضا الزميل صدقيان بأن البيان الذي نصب إلى المرشد فيه نوع من القلق وفيه نوع أيضا من الترقب لبعض الوقت، لا أدري يعني ما هو بعض الوقت، نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، للإعلان عن شيء ما. لكن الشيء الأساسي في هذا الأمر بأنه مضمون هذه الرسالة أو هذا الموقف أو هذا التصريح، هذا المضمون موجه بصورة أساسية للجمهور الإيراني، وبالتالي محاولة طمأنة لهذا الجمهور بأن أي وضع سياسي أو أمني يعني هو وضع ممسوك، وبالتالي مهما كانت النتيجة التي أسفر عنه أو التي أسفرت عنه حادثة الطائرة، مهما كانت هذه النتيجة فإن الوضع السياسي ممسوك والوضع الأمني أيضا ممسوك، وبالتالي لا داعي لمثل هذا القلق. لكن يبقى مسألة أساسية أنا أعتقد يجب التوقف عندها، هو الاجتماع الذي بدأت يعني قبل قليل وصلني بعض الأخبار عن ما له علاقة باجتماع مجلس الأمن القومي. طبعا يعني هذا الاجتماع هو على أي حال يعني رئيس الجمهورية هو عضو بالمجلس الأمن القومي، وبالتالي إنه هذا الاجتماع ما هو المسار الذي يمكن أن يأخذه؟ يعني بالإمكان أيضا يعني أن نحلل الآن كما نريد، ولكن مثل هذا الاجتماع بدون شك ينطوي على مجموعة من العناصر وعلى مجموعة من العوامل السياسية والأمنية. ومع ذلك يعني أنا من الداعين للتريث بعد الشيء وللترقب أيضا حول النتائج التي يمكن أن يعني خلال فترة وجيزة يجب أن يكون لدى السلطات الإيرانية الأمنية والسياسية والعسكرية الإجابة اليقينية لتبدد كل ما له علاقة بالاحتمالات السلبية وتؤكد إذا كان هناك احتمالات إيجابية. لذلك الترقب أعتقد بأنه سيد الحكمة الآن وسيد الموقف أيضا. دكتور صدقيان، يعني أستاذ توفيق استعرض المسارات الخمس وطبعا يعني أشار إلى عدم لربما الإسراع في الاستنتاج وللبناء على هذه المسارات، ولكن يعني اليوم في سؤال صعب وهو ماذا لو؟ يعني ماذا لو كان هذا الحادث ناجم لربما عن تدخل أمني؟ إن اتضحت الصورة لربما في مرحلة مقبلة حول جهات ما، كيف ستتعامل معها إيران في هذه مع هذه المسألة بالتحديد؟ دعيني أوضح لك نقطة في غاية الأهمية وهي زادت من قلقي حقيقة. الآن التلفزيون الإيراني، أنا أنظر إلى شاشة التلفزيون الإيراني وهي تعرض صور للرئيس إبراهيم الرئيسي يزور مرقد الإمام علي بن موسى الرضا، ينزل من الطائرة، تعرض صور له، وهذه يعني هذه حالة تؤشر على أن الرجل حدث له شيء، وبالتالي التلفزيون الإيراني هو وكأنه يريد أن يشرح تاريخ حياة هذا الرجل في لقاءاته الخارجية وعلاقاته الداخلية، وهذا ربما يقربنا إلى الخبر الذي لا نريد أن نسمعه، وهو أن لهذه الطائرة حدث شيء يعني ربما نسمع بعد قليل حادث، يعني البيان هو الذي هيئ له المرشد الإيراني الأعلى الإمام علي خامنئي. لكن مهما تكن هذه المعلومات، لكني أقول بأن
من أسهل الأمور أن نبحث في قضية شغل المنصب وهو منصب رئيس الجمهورية. إيران تعرضت مثل هذه الحوادث سابقا، اغتيال مجلس القضاء الأعلى، اغتيال الرئيس الإيراني، إبعاد الرئيس الإيراني، يعني هناك رئيسين إيرانيين أحدهما استبعد والثاني اغتيل، رئيس وزراء تم اغتياله، رئيس مجلس قضاء تم اغتياله، 72 شخص من مجلس الشورى الإيراني أيضا تم اغتيالهم. بالتالي مثل هذه الحوادث كانت الانتقال السلطة إلى الشخص الآخر عملية سهلة ضمن القانون، وموجود قانون في ذلك، ولا أعتقد بأن هناك مشكلة. لكن المشكلة الأساسية هذه مشكلة بسيطة وسهلة جدا، تتم انتخابات ويتم انتخاب رئيس آخر، لكن المشكلة هي كيف حصل هذا الحادث. هذا النقطة في غاية الأهمية. يجب علينا، أنا يعني منذ بعد ظهر اليوم كنت أفكر في التواجد الإسرائيلي في أذربيجان. اليوم صباحا كان هناك واضحا بأن حفل افتتاح سد يقع على الحدود الإيرانية الآذرية، ويحضره الرئيس الآذري إلهام علييف والرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي. وبالتالي هذا كان معلن، يعني لم تكن القضية فيها قضية أمنية أو فيها نوع من عدم إعلام الأمر. بالعكس، الإيران وأذربيجان أعلنوا بأن هناك افتتاح، والافتتاح على الحدود الإيرانية الأذرية المشتركة. هناك تواجد إسرائيلي تحدثت عنه إيران. لا أدري هل إن إسرائيل متورطة في هذا الحادث أم لا. ماذا لو؟ ما أنا هذا السؤال اللي بدي أطرحه عليك. ماذا لو؟ وهو أنا يعني أنا لا أريد أن يعني أخوض في مثل هذه الاحتمالات، لكن أعتقد بأن أسباب الحادث مهمة جدا. وطبعا قضية الحادث الجوي، يعني ارتطامها في جبل أو الأنواء الجوية، الضباب، هذه الأمور لا زالت مطروحة، لأني كما قلت يوم أمس كان هناك سيول في هذه المنطقة. وهناك ضباب، صباح اليوم كان ضباب كثيف جدا. السيول أدت إلى مقتل 12 شخص وجرح بالعشرات في محافظة خراسان، هذه المحافظة القريبة من هذه المنطقة. وبالتالي هناك الظروف الجوية لا زالت هي مطروحة وبقوة أيضا، لكن كما قلت بأن هناك احتمالات متعددة. وبالتالي كما قلت سابقا أن حديث السلطات الرسمية الإيرانية عن أسباب الحادث وأين وقع الحادث، هذا شيء مهم جدا، نستطيع بعد ذلك أن نسلط الضوء على كل الاحتمالات.